قال لي حرام عليك شيليها من المدرسة حطيها في حاجة يدوي حطيها في أي حاجة يدوي هي هتنجح إنما مدرسة مش هتنجح فعلا. وأمي تعيط أختي تطلع الأولى في كومباستور. كان دلوقتي عندي 88 سنة 88 مواليد 36 أنا أبويا مصري مولود في السيدة زينب أبويا أمي تركية ومولودة في تركيا وعندها أخت هما الاثنين طبعا الحرب قامت هناك في تركيا مسكوا الأرمن دو كلهم عموهم عينيهم على مثلا هنا بحر هنا ده كوبري هم مغميين بايديهم كده الاب والام والحاجات العيله كله شباب كله مفرمه كله ماتوا والاطفال بقى اللي عنده 4 سنين 3 سنين في الشوارع امي واختها تاهوا في الشوارع تاهوا من بعض فجي بعد فترة الهلال الأحمر صليب الأحمر ده لم كل الأطفال دول حطوهم في الباخرة اللي جابوهم مصر واللي نزلوهم لبنان واللي ودوهم أمي جت مصر أختها راحت لبنان بس ما يعرفوش بعض بعيد عن بعض جم هنا في مصر حطهم في بطرخانة في الكنيسة فعملوا إعلان إنه في بنات يتامى بتاع الحرب التركية أطفال بنات وصبيان سن زي ما انت من البيبي لكبير شوي اللي عايز يتبنى ويربي الشباب دول يجوا ياخدوا أمي ربنا يعني يحبها خدها ناس كويسة في المطرية هو مهندس بتاع الملك فاروق زراعي مهندس بتاع فقعدت معهم في الفيلا وكبرت هناك وتربت وهم جوزوها وكله بعد ما خلفت أمي احنا انا واختي واخويا لقينا قسيس جاي لنا البيت فبيقولوا ايه انت كان عندك اخت قال والله انا كنت اعرف اني عندي اخت بس ما اعرفش عايشه ميته ما اعرفش قال لي لا دي في امريكا وعايشه وبتدور عليك بعد شوفي عمر هي كبرت واتجوزت وخلفتنا وانا كان حوالي عندي 9 سنين ما شاء الله واتعرفنا ببعض بالصور بالجوابات بس قال لي حرام عليك شيليها من المدرسة حطيها في حاجة يدوي حطيها في أي حاجة يدوي هي هتنجح إنما مدرسة مش هتنجح فعلا. وأمي تعيط أختي تطلع الأولى في كومباستور وأنا أبيض لا كنت مش شقية كنت عايزة أشتغل عايزة أعمل إنما إيه دراسة دي؟ وفعلا لما دخلت عند واحدة أرملية تركية ست كبيرة بتشتغل كل فساتين السواريهات أكبر خياطين في مصر كانت مدام باتشي مدام إستر مدام سالفاتي مدام كانوا يعملوا فساتين الأفراح دي تحفة
وكنت احضر الديفيلي مع المدام اللي اتعلمت عندها تاخدني معاها. جوزي ده كنا جيران بعد ما يعني هو كان متجوز بنت الوكيلة بتاعت العمارة وقاعد يعني هو كان اصلا كوافير زمان هو فانا كنت صغير شعري ليس خالص كنت عامل بيرمانانت عشان يكتكت فهو كان يعمل لماما ويعمل لي وبعدين هو ساب الكوافير كان عنده محل سابه وراح اتعلم في باتا بيديكير فالمدير قال له شوف لك حد بنت علمها مانيكير عشان انت تعمل بيديكير وهي مانيكير تبقى دويتو فجي قال لابويا ما هو صاحب ابويا وكان هو متجوز واحنا عملنا فرحه يعني كنا احنا عياله ورقصنا في فرحه حاجات كده. قصة الحب بدأت منين بقى؟ لما اشتغلنا سوا يعني ودي اخدت سنين يعني انا كنت صغيرة لسه واتجوزت كان عندي وانا بدأ اتجوزت ابن عمي ابويا صمم لما ابتدى عندي 16 سنة ابتدى يجي عراي يعني عرسان فابويا وعمي قال لي لا هيجوز ابني على عمي اخد ابنه انا ابنه ولا اعرفه ولا حاجة يعني ما بنشوفوش ده زي السعايدة زمان لما يقولوا هو ده مكناش نعرف نقول لا ولا اه ما عشتش معاه 3 أشهر وقعد عند بيت عمي مرات عمي معاه مين ما كانش بيجي كله زي من مدام تحية سامية جمال فاتن حمامة شادية نجاتي الصغيرة و هند رستم جميل رجاء الجداوي سناء جميل أنوشكا لسه كانت عندنا امبارح لا ما اعرفهمش اكمل زي ما انا لغايه ما ياخدنا بس بعد الشر الله سي نورمال ما فيش مواعيد ما فيش ده ما فيش نظام ما فيش في جشع في عايزين هبس من ده وهب لا ما فيش حد كنا زمان نحب بعض يعني عندي زبونة مثلا بتجيلي وهي متجوزة وعندها ولاد فجأة جوزها مات وشاب صغير وهي صغيرة وولادها بيبيهات تعيش ازاي يا دوبك هي بتشتغل لسه تقول لي اعمل ايه اتجوز قلت لها اوعك يعني بتستشيرني قول لها اوعى تتجوزي انت عندك بنات ولازم تخلي بالك منهم اقول لها طب بصي انا ممكن اساعدك انت بتعرفي تعملي بتشتغلي حاجه يدوي بتطبخي حلو بتعملي حاجه حلوه اعملي وانا ابيع لك وهزود لك اكتر وانت قاعده في بيتك احب اساعد الناس بس ما يمشوش غلط انك ده كان تمشي كله ده وربنا بيقف معاك فعلا
الحمد لله.